بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل من أحسن كسر دواذة برنامج كنا قبل هذا الغيب تواحي نكوي قدونا خلاف كعصب كده حلوسن إريتريا إثيوبيا سدى الله سعتين بدوان أما صنع ذكهر مركز بدل كده عي وضن كإثيوبيا وحاسي وين سوون أحسن هذه ضلال كإثيوبيا إريتريا ما لحظة ضوام دوين كودن بيا ما دوري لو عطن كسنة ودن بيا مركز إسبدل كده عي وكده احتاجنا خلاف هذا حوجن هضبة إسبدل لب بدن أيه لحد سنة ودن بيا أنت أي صاحب كهايين لبلا قضي كالحكومة إريتريا إثيوبيا كده عي لحظة ضا بالمرحلة ده هسيا يعني يجد دونا يولي بسياسة فورغي مدحوينها وضن كإريتريا وهاتن أم وضين وسوين ومن شعبنا يرئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد علي وحيلة شو صاحب كي جمع قال جمع وصلوا إثيوبيا إريتريا بعد ما يسكون هستين وأكيد بلاه كده على صنيد ولي جد أبي مركو يمد وحيابي وبلاد أنا وضك وقاتي وحكم ذها إنه يولي بعد ما قاتا إريتريا ولا خلدنا عوي سياسة ولا الكيو واح بضم بسميه سياسة وسعود وهذا مركو يسيبه أتسوي يمد مركو الدوام حنك ورنا إنسا فرد إريتريا أتسبكو تالاي كأود بضم تهاي دولة ده حي إثيوبيا سعود وهذا حاجة وحمرية. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا جدعان بمدة الصوماليات ملكستي ويتشوغن بحان الله السلام الله عليكم سلا هاد كاشن قريسي إثيوبيا إريتريا مرحلة بدن بيسلا صومارين ديك بدن باكو دي حداتي داد أدو آن كيرين مليين يا إسكان ديلين ها قرنقي أدو لباتانات قرنقين كوبيا لباتانات يدنا حالة كالدوان بي صومارين لكن سنة ديه أقدم بي إن حوغا هاوشوضو واد جنيد هاتن دوان شبهد أحمارة اللي هذا فانو أيا ور أي سو سارتي وحيكو شاكتي إن تلسك أبي ويعني ضد اللي سو أروري وميلك الدوان لغا كاني وقاركو ديريتريان يهين قارنا أي ضد يوكالي يهين إنو انت أروري هو بي شبهد كاريهي سياسة فورقي لا دغالانت كواسي او سيده اي شيغان ايغا نفتركودانا لا دغالانت هيا سي اريتريا اوو غودبان يا لا سي دغالانت يا احمارده انغ بي بيدن اوو قادين بي يراهدين او وا غودبين قاركود اريتريا دخغلن يعني ما حدود دي بي غارين ماشي عيدن كاريتريا كلا دغالامي لهاين غودها لا اسكما غلي كاري ماشي سوا ميل كل وي مركا طال اي ان وركاسي شبهد أحمر هذا حوا وحير عيني سعديمه يعني لقاتين وأين إذا مو مرتاي تموقال يو أدو صوره يو حيال النعاسة يكسو بندين وأي موتشين يان إني يهين يعني شبهد إريتريانا وأن إريتريان أهين لكن إريتريان ما كجينا لكن قومي ذاك الدوان ومعكو إثيوبيا حتى السودانيسكي ده كولكشن ها ده عنفر بغار لا يكين اللي عنفرت موقت هاي أبي منو سالم وما هي اللي كره عنفرت وحاجة تشبهد يا شبهد بدعس هاي وإريتريا هاي وعنفرت إريتريا هاي كوي بالك هنا هاي السودان بقار لك هنا ده ديو كله هاي وحبال اللي سكوت شاب شابي هاي أو لو كم بمشي كصوب حلي وعيدا هاي رجيا دمر بلا هاي قرية لو قيبي هاي قريه يو محبضيه بقاتين هاي حلي وحي حل كان كبر اللوضة هذا ركتان عكس مري عكس مري احمر ديو كبلابين هل كان سمركه احمر او كقيل الامس هي مركه احمر ما وحي ودلين ما دام اسكو خريين ريتري ها يعني دبعا واسدا هي اوكي دباتلاسي مركه وا ميد عصب او حدا سو كورداي واحنا كوور قبنا مددي ادو حدا اي دغالميين نيمان كان ليراه فانو سند بي كودو دوده هنجعلها ادو الى 78 بلود حدا دغالميين سيدا بلودة دقالاميان دقالا دا داعي دقالا آد أميسان عولوس و آد عولوس و ليك بدن يباتب بدن يعني ان اي كوب حنوي اوكي مرر بدن إثيوبيا وحيكو العليس ان اي عيدنك إريتريا قيب كيهين وحصوعة واي دقالاميان و يو يعني حتى ان اي صوهو بيان شبهد دفانو يعني كمين اكانن عيداً بيصور راعيين مرة دورة واحدة جدت مقالة بحر دار اي قبصدين وقوندر اي قبصدين وقايبرنا بحر دار اي اللي وريغن مع القرونك يوحرنا اي قبصدين ويعني وبلو قد قالك طول بضان اي اللي وريغين الى اي محاوكو الى هدايتو قرق افولين اني كلقويان ديغانك احمارة ايو احمارة دي كلق
يعني سبب هيزتي أوكي هل كاسا مركا دباتو ضايك صوب اللعبات إثيوبيا ويشكت إثيوبيا ويشكت إريتريا نك شلب أمسين أكا أمست وكا أمست هاو شيء ذم بيودت سيدا أي إثيوبيا دو ديان مروا أكيد ميكل يلا هذا ميكن هايست إذا ماذا محلها برهان وشورا وكيل عصبا كقدي يا كقدينين ما تام قرية هذا هلك بحنا عصب كقدينين يا مصوع من الزناب يكون عبد الله كقدين ما هي ربنا وحيلها يكون في عين وحيلها سكمل ذي أنا سكف أنا ما يا ما يكون في عين وجودين توي يومين يوم بلاوي عصبا والله كقدينين نابو تام قرية هذا هلك بحنا أنا وحنا وابين حيانة والله كي شريسي لعطوك لي ها هي يعني هاوشو مركا وحي قاعد مرحلة هذو قلبسن أبي نفت الكيسو وكهلي وسياب مارحة ضدبن يوقاها دلي ويعني مركي بدع عس آد مالمهي ومارت انتو ونردين عصو مالي وصو عيرين حقا إريتيريا يو مارتاي تكسي تشيدي وكهلي وانا مركي يعني لها حدي وينو محنكو إلى هدايتو بد نلوستي يو وناك ee meel kale oo aan ka ahaynaan isticmaalka xoog iyo awoodayada yani nooma muuqanays ila markii dambe uu Soomaalida ku soo celiyo uu Soomaaliye idinkuna hadda qeyliya annaguna hore aan soo qeylinay qeyladiina markaa ku raaxaysanayna markuu Eritrea ka soo maaragtay qoostay wi oo ugu waa is diyaariyay waxay si xamaaradin aad buu soo hubeyay wali baan ciidan buu soo raaciyay ayay oo dhan buu walaaqay markaa استراتيجيتي وكسرتي أفوار قمل الله مده هاي مركز إثيوبيا قاعدتي إثيوبيا أنا دمانت إثيوبيا واحدة اللي هذا أشيرة أو لشيء كراو وما قاعد يعني حبيراتي مشيت عد مانت إثيوبيا استراتيجيات غلط يعني ما ملكي أبي وحي وكري كري عنفر أما سوماري هذا أما واحد كله واحد دوني بهن غضن ببرسو كان أردني كنت دونيري إريتريا يعني تبرنا ما هيو تلانا ده حل جانا وكلام مرة هذين الشبرين tabare tala waxba ma qabato xilli ay xeeri iyo fan dhaal kala dhaceen oo tabar u dhimatay ayuu yiri waxaan abaabulayaa wixii uu abaabulayo wax sii socon kara oo ama dhaqaale lagu wado loo hayo ama awood military oo lagu baritaara loo hayo ma aha oo axmaaradiiba ayadiiba yaani loo maare la yahay laakin isku daygaas u sameeyay isku daygiina kulli axmaaradu way dareentay waa xanuujiyeen laakin إريتريا مركا وكهذا الشيء حن مرينا اللي حلا تنسى نقوله ذي كسر إريتريا وإحنا عاس عضو مالك حرية دقاتين ويعني أود بلد جيين أيوه هذا قضية في ورقة ده دان داس جاي فر فرين تنا لقوه أبو وأرجنا وكاسة إن ما قط قطين وار ها لكن حاول بلو وسلب بودينا الله يسوع ما قصر له نم قصر له ما كلمة هدوية هذا ترى مالك دك ترى ها كمال الله بالله ده شرعي قال لغة ديسا وحرية ديسا شرعية الله صدور رياضة وشرعي ودستوري دستور كلام بدلك إريتريا مالها حرية ديسا حرية ديسا ولي أنت مركو حرية كوفي عيني أيه وين تسوي شيء واحد بدل ما قرأ مركو سيحلو ويحكو صدعة كو رياضة يا الله سوق عو وحوي وحل مال مريض كم والله سوق عين مرك وكاسة وين كم عدو ما سنتهاي إثيوبيا إريتريون أغنهاي دباتها إسلا سومرين حكومة EBRDF في دولة سياسة فورقي إريتريانا سياس سياسة كدعوين مركز لفيريا دلعان حلية حرية دغاتين سوي كيف تصدق على مي حرية دو صدق على مي بها حرية ما في غاتين سياسة مدحوين خسنا إلا أبتنو مسيب وقايستا والله وده أوجيه ضدك إثيوبيا إريتريا دغال الذي لبضي يكون إلا سعاش يستدي السعودي مارت إسكت لين يدنا ونقولها حتى لو حد مودا سان سانتي إني ولي أي مارت أنا في عناي ما الله أرنك رأي توبي ريتريا واسمه هرت إن هذا نمر كلا سكولاتا ده هرت وغصب عقل كلام ما تشيله بقى مهما دو هو يب مرك لقاها الله يو من تقدم يعني جيس كأفريكا توبي كم تشي تجيس كأفريكا لكن مرك هذا جيس كأفريكا اللي قدره يعني مال عن وح عن حبت كأهين وهرت كشقي عقل كلام كشقي ما تشيله وين حب؟ إست أفريقيا. أوكي. ها. ما إست أفريقيا ما إست أفريقيا ما ربنا بعقله كشقيا. تنا وكشقيا يوغاندا وكشقيا تنزانيا وكشقيا. مركز جيس كافريقيا سوماري. أنت جيس كأهد توبينا وياهم ولا قدرة توبيكم إيش تجيس كافريقيا؟ صحيح. جيس كافريقيا وسوماليا
iyo eritreanka inta uu bageeska afrika leeyahay hada oo maxan ku yahay ethiopia oo dhaxaysa ma lagu daray ma kuma jirto ethiopia ku darbayada ma ha ku darayna hada ayse way iskaga darsamaan hada iyagu way ku darsadaan oo yaan geeska afrika iska dhigaan deegaanka soomaalida iyagu oo tahraacaya iyagu oo maara deegaanka soomaalida maadaama ka tirsan yahay yey isugu daraan oo loogu dara isagaba dar marka muhiimadu marka waxay tahay ethiopia iyo eritrea waxa maanta laba dalo dagaalami kara ma horta labadoodu way daaleen labaduba way isku baabbeen mar walba waxa weeye dhib baa dhexdooda yaalay markan ay heshiinayaana wanaag iyo inay daris ahaadaan oo ay isnabad geliyaan kuma inay heshiinin balaayay ku heshiiyeen iyo dhibaato in loo geysto tigreega ethiopia marka dagaalkii tigreega ay la gashay ee eritreankuna qaybta uu ka ahaa labada dalba way ku naafteen milyuun qof oo bani aadama oo ilaahay abuuray oo yacni 700 oo kun lagu qiyaaso askartii dhimatay ya meesha ku baxday 700 oo kun Ethiopia-ga kaliya waxa lagu sheegaa 400 iyo wax Tigreegana ilaa 200 iyo xooga Eritrea-ga waa 400 iyo adigu wax la jira uu yaani meesha waa la isku gaagbeelay ugu yaraantii Tigreegi baa loo awood sheegtay markii ugu dambeysay waa kuwii wada hadalka bilaabay Eritrea dagaalkii Tigreega ee Ethiopia ay ku garabsiinaysay waqcad weyn baa ka gaadhay shacabkeedii baa ka sii fogaaday odayga awl horeba taageero cidna ugama baahnaayeen burigiisu ciirsadaa marka askartii naftirkeedii yaa meel ay u cararto weeyday ee way mucaaradi lahaayeen oo waa ku kici lahaayeen laakiin meel walba Tigreega ugu dhowaa Tigreegii awl hore ay maaragtay markay xaaladu adkaatay ay ku soo carari jireen soo dagaal ma dhicin Suudaanna waa is dagaalsanaayeen badde iyo Eritreanku waxa weey ciidankii Eritrea waa niyad jabay waa iska go'doomeen waa iska fadhiisteen dagaal la tabar uma hayaan Ethiopia-na way jabtay totaliba yaani Ethiopia maanta haba yaraatee wax ciidan military oo ay leedahay oo awood leh oo intuu rag ka hortago wax la qaybsan kara daqiiqadna Allaha ka dhigay ma jirto milishiyad oroma tira badan oo 2 milyan meelaha gaaraya iska yaawa si yaacan wa soo yaacan wa si yaacan wa soo yaacan xamaaradan waxba iska celin oo iyagii canjeerada ay isku maartay tabar yihiin iyey waxba ka tari la yihiin badda canjeerada iyo xamaaradu isku mid moogtay markay noqoto waxa iska xeelin canjeerada si ka adag yihiin wax galo xamaara ay wax ka tarto ma jirto adduunka aqal iyo farsamo kale iyo waxbay ku wadeen laakiin markay noqoto in la iska hor yimaado oo la dagaalamo xamaaro waa dadka ugu liita bani aadamka kuwii noocaas ahaa iyagoo dowladda Ethiopia haysto dhaqaalihii haysto militarigii iyo awooddii iyo xoolba haysto adduunka aqoonsigiisa haysto oo waxay doonaan ba heli karaan yey haba yaraatee waxba ka qaban laayeen tani marka waxay ino muujinaysaa kuwa naynaysan waxba ahayn kuwa naaysa waxba laba aan waxba ahayn ba meesha isku helay aan ku soo socdo maanta marka hadday dagaalamaan isma dhaamaan Ethiopia-na ma aha Ethiopia-dii hore Eritreana ma aha Eritreadii hore way isla dumayaan laakiin annaga waxa dareenno u jirtaa inay dagaalamaan oo durba ay soo dadajiyaan shaqadooda ay qabsadaan xoogaa laakiin hadii ay noqoto yaa babac yaa ayaa maaratay xoogaa wax roonaanaya qoladan Eritreanka waxa lihiin bay leeyihiin laakiin marka lihiin lihiin labada shacab marka laga yimaado labada ciidan laga yimaado labada oday ee meesha xukuma ama labada nin meesha xukuma siyaas oo 30 sano ugu dambeeyay ama 50 sano ugu dambeeyay soo taagnaa iyo kornelkan hadda joogay 6 sano ugu dambeeyay Ethiopia waxa ku leh qofka waa alan ma iswajihi kara maya adigu wax uu ogyahay ma jiraan waa qof waa alan yani siyaasadda isagu meesha u socdo ma garanayo qof aan fahmi ba karin qorshaha iyo waxa uu ku jiro waxba iskama celin karo hadii uu fahmi karo shaqada uu hayo iyo mas-uuliyadda uu hayo iyo xilka ama maxaan ku leh hoggaaminta dalkan iyo dadkan de sidan bay mayna ahaatee xilli laga jeclaa isbeddel inuu yimaado xilligii abi uu yimid ma jirin xilli Ethiopia dhaqaalaheedu uu ka wanaagsanaana ma jirin eegyaa dadku waxay naceen systemkii hore ee TPLF IBRDF la dhigay dowr 20 sano joog ha yeen dadku naceen laakiin Ethiopia way dhisnay dhaqaale ahaan bay u dhisnay kobaceeda dhaqaaluhu wuxuu marayay yacni maxaan ku leeyahay hadayto ilaa 800 buu marayay la yiraahdaa oo kor buu u socday samaan garan xasiloonida iyo amniga marka dhinaca qoomiyadaha laga hadlayo yacni
waxaan dhigi karaa heerka uu gaarsiisna wuxuu ahaa boqolkiiba wax aan ka badnayn shan oo kale yacni nacaybka qoomiyadaha u dhexeeya okay ciidanka Ethiopia wuxuu ahaa ciidan dhisan oo awood iyo karti iyo tayo iyo tira ahaan marka la fiiriyo afrika safka hore ku jirtay waddanka labaad ama saddexaad bay ahayd Ethiopia dhan walba marka laga hadlayo tayada tirada iyo maxaan ku idhaahdaa si guud tabarta ciidanka iyo ismaqalka iyo dishibliinka uu ciidankaasi lahaa yacni wuxuu ka mid ahaa ciidamada loo qaado qaramada midoobay markii maartay meelo nabad ilaalin iyo wax loo dirayo yacni ciidamadaasna waxaa lagu xushaa waa akhlaaqiyaadka askarta Ethiopia yacni xabad nacnac laaluush uma qaadan karin qof askari oo Ethiopiana sideedaba may dilbayba ahaydba haddaad damacda inaad siiso xabad xanja ah oo la caalaliyo qoriga ti dib ula baxaan kugu dhufto halis u aha xabad xanja somaligara dalkii heerkaa marayay ee qaab dhismeedkiisa dawligii uu nooca u shaqaynayay maanta dowladdii Ethiopia addis ababa kusoo koobantay cadaawadda dhinaca qoomiyadda iyo qabyaaladdu waxay maraysaa boqolkiiba shan boqol bay maraysaa oo qof qof aaminaya iyo qoys qoys aaminaya iyo qoomiyad qoomiyad aaminaysaah haba yaraatay ma jirto ciidankii koox oromo ah calool waaweyn oo maxaan ku idhahdaa ita beeraha laga soo kaxeeyo cagacad oo mid kaba qaba uusan ku jirin maryahan aan xidhan aqoonin yaa layidhi military baa tiina sii daaya gaardiskii un baa la baray waa kana odaygii abiy ahaa waaba isla kala tegayba hadii la cadsan xitaa ma carari karaan milatariyaaskaa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 
soomaalida maanta aad isaba ciidanka oo amnigeeda sugaya ya ciidanka deegaanka soomaalida maanta amnigeeda sugaya jaamac xukuma la waayay aad isaba iska daayay soomaali arriga dawladda la fariigay xukuma la soo waayay saagara xaqiiqdu marka waxay tahay in maanta Itoobiya wax iska celin karta oo tiro iyo tayo iyo awl hore Itoobiyaanku markay tayo waayeen tiray wax ku muqoonin jireen maanta tiradii ana waxba kuma muqoonin karaan oo maanta hadda waxaan soo muqoonin yaa waayagii waxa way markaa diyaacdo yaa cistu waa in yaa cis aqli ka dambeeyo ay tahay 2 milyan oo oromay haday yaacdo 2 milyan haday diraan 10 ka wiil ahmaarada ahay maxan ku dhahay tu goondar kula meereysanaysa iyo meel saari lahaay 10 ka wiil faanood 10 wiil ka badan tahay waraga oo markii la isoo fiiriyo 10 bay noqonayaan 1 milyoon oo oromo ama jabhadii raamaha lahayd ee oromada yaa ka hawlgelaysa goondar oo military iyo tuuga ona miyal ola miyal laha onakshan taa yuuna ha meeshii waa ka hawlgelayaan ee oo deegaanka xamaarada dhex socdo miyal de kaala sheeg waxay la yihiin waxa la direeyna faano oo ma dawladda garabsanay maya anaga iskana ula direeyna leeyay markay wax hadlayaan laakiin iyaga iyo dawladdu waa isku garab waa isku qoro kuwan markaa waxay u bixiyeen wixii ba oromuma waba oromay ku leeyahay oromuma maray anaga abi iyo kii ka haystay oo oolada haystay waa isku ka yimid baa marka la fiiriyo ficilka iyo waxa socda marka la fiiriyana waa isku mid waa run yaani xoolo dhaqatadii iyo jabhadii iyo military-gii eeg xoolo dhaqatadii baan ku yiri oromada ahay tii beerleyd ahayd tii xoolaha dhaqanaysay tii xoolaha wixii aad u duurka ku jiray oromada ahaa iyo military-gii iyo jabhada iyo tii jabhada ahayd saddexdiiba isla socdo saddexdu waa xamaarar raadsanaya waxa uu la diray waxa kama qabtaan iyo ba wala la yaa soo deeb waxa ku fiican yihiin oromadu milyan hadii laga dilay iyaga ma aha waxay dhintay way joogan wali nin dhintay oromama nin dhintay oromama aduuna tii hay saaxiibka muhiimadda waxay tahay in maanta ay isu mindiyatumanayaan Eritrea iyo Ethiopia Eritreana way cadaysay daandaansi baana lagu hayaa bay yidhaahdeen duulaan baana lagu soo qaadayaa waxa la wado ee la qorsheynayaana waa ognahay waa si cad talaabadeedana waan qaadanayaa aad baan maasantay waan soo gabagabeynayaa su'aashu u dambaysay ina soo koob jawaabteeda maxaa dhici kara hadii labada hadda ay markal isku farabaxsadaan maxaa dhici kara wax wanaagsan baan dhigay waxaan la heli karin waa yaani wixii wax badan la sugayay waxaa dhici kara namco ilaahay iyo wanaag iyo horumar iyo cadaalad tikraagu labadooda midna kuma jiraan tikraagu hadda iyagu kolba kii adkaada geeska afrika iyo sugayaan iyagu maya ayagu maanta waa cududda ugu weynee maanta jirta ee aruursan waay marka si dhaba loo hadlahayo cudud aruursan
وحوجها هو بيساندنا هاي سنة ما هو إسسود سين وين سين تكره وح كرنتي مو يعني وحوض النور اسمه ما بحنا قف كسود تكره أقول قادك لو تبرينه وملتيري وكمان دوسولي بقى مركا إني سوكر أيوة مركا وح السوق يان رجال بيت وحير ربع العق إني كهران سمعنا كهران وح مركا مرول بكود دو ذيان أنا جن نبت بنق هذا نين نبت بحنا هشيسكي هالفريو إذا كودنا هذا هذول دقائق بيسووا وحكور يستاجه هي ماله لكن si ay u gaaraan heerka nac badanna waa la nacay ilaahayna waa nacay umadiisina waa nacay Soomaa way og yihiin marka heerka laga gaaray Soomaa inay sugaan oo bal inta laga iloobayo dhibaatooyinka ay geysteen xoogaa inaysan durba degdegin waa dhawayd noqotay baaxa ku dhacday way is yar gaabinayaan marka Eritrea iyo Ethiopia hadda is diraan dhinaca ahmaradu bay ku dirirmayaan dhinaca tigray kuma dirirayaan aad baan maasantahay saaxiibka jamacalada iyo hay'adaha kusoo gabagabeenay qodobkan انتهينا مركز كل مدونة سداسية نبتقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.